ومشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في ساعه اخباريه جديده من قناه المكلا المحليه، والبدايه نستهلها بابرز المحليه. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. حضرموت تزين سماءها بالالعاب الناريه تزامنا مع توقيع اتفاقيه الرياض. وصول 83 طنا من الأدوية إلى عدن مقدمة من المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ من السعودية، حيث جرى مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض التوقيع على اتفاقية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وعقب التوقيع استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، وجرى خلال اللقاء استعراضا للمستجدات على الساحة الجنوبية. بدوره أكد الرئيس الزبيدي على أهمية اتفاق الرياض، مبينا أنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيرا بأن تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني. ونصت اتفاقية الرياض على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الواردة في الملحق الأول والثاني والثالث. وعلى هامش اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية، أدلى عضو مجلس النواب الدكتور ناصر الخبجي بتصريح لوزارة الخارجية السعودية حول جهود المملكة السعودية ومساهمتها في حل النزاع القائم بالمحافظات الجنوبية. نرفض رفضا قاطعا التدخل الإيراني في إطار المنطقة العربية بشكل عام، و
ندعو يعني المجتمع الدولي أن يقف أمام هذه التدخلات سواء كان في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان. الاتفاق بشكل عام هو إضافة حقيقية لجهود المملكة العربية السعودية في صناعة السلام في المنطقة. توحيد الجهود لمحاربة المد الحوثي المدعوم من إيران طبعاً والمشروع الإيراني للمنطقة. أشكر قيادة المملكة العربية السعودية على ما بذلته من جهود في إنجاز وإنجاح هذا الاتفاق الذي سيساعد بشكل أساسي على مجموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية والأمنية. وفي حضرموت احتفل أبناءها في مختلف مديريات الساحل والوادي بتوقيع اتفاقية الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية. وفي المكلا ازدانت سماء المدينة بالألعاب النارية وشهدت شوارعها مسيرات بالدراجات النارية احتفاء بتوقيع هذه الاتفاقية. وطاف المحتفلون بدراجاتهم شوارع وأحياء مدينة المكلا حاملين أعلام الجنوب والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويرددون الأناشيد الوطنية الجنوبية معبرين عن فرحتهم بالتوقيع على الاتفاق الذين يرونه خطوة مهمة على طريق التحرير والاستقلال. كما شهدت عدد من مديريات ومدن حضرموت احتفالات مماثلة. كثف مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت نزلاته الميدانية لمديرية الشحر ودوعا ويبحث، حيث افتتح خلالها العديد من المشاريع التربوية والتعليمية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. افتتح مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت عددا من المشاريع التربوية والتعليمية خلال نزولات مكثفة لعدد من مديريات المحافظة. وانطلقت النزولات من مدينة الحامي في الشحر بافتتاح وكيل الوزارة الأستاذ جمال عبدون قاعات المختبرات العلمية الحديثة وصالات الأنشطة الرياضية اللصفية بمدارس الفقيد أحمد سالمين عليو والهدى للتعليم الأساسي وصلاح الدين الأيوبي وثانوية الملاح بطائع ومدرسة بدر الكسادي للتعليم الأساسي للبنات، مطلعا في الوقت ذاته على سير الدراسة داخل حجرات الصف. وفي ذات السياق افتتح الوكيل عبدون في مديرية دوعان عددا من المشاريع التعليمية في مجمعات البار والشيخ سعيد عبدالله بقشان وصلاح الدين وبا جعفر وسيدة زينب وثانوية المصمومة ومدرسة أحمد سعيد بقشان. وأكد الوكيل عبدون خلال الافتتاح على أهمية تفعيل المختبرات العلمية ومعامل الحاسوب وربطها بالجوانب النظرية للمواد الدراسية والاستفادة القصوى من هذه المستلزمات والتدخلات النوعية. وإلى مديرية يبعث حيث تفقد وكيل الوزارة سير العملية الدراسية في عدد من المدارس التعليم الأساسي والثانوي، افتتح خلالها قاعة الأنشطة بثانوية يبعث والمختبر العلمي الحديث في مدرسة النقاع، مطلعا على سير الدراسة في مجمع سيدة عائشة للبنات. كما تفقد مستوى الإنجاز في المشاريع التربوية والتعليمية بمجمع الفاروق وخالد بن الوليد. اطلعت السلطة المحلية بمديرية الشحر صباح اليوم على سير العمل في مشروع ربط قرى الشحر بالتيار الكهربائي. وتم خلال النزول الميداني تم الاطلاع على سير العمل في قرية الجاردف والوسط وشعب النور ويمعوض، والذي وصل نسبة الإنجاز للمشروع 90% بطول 15 كيلومترا للضغط العالي و3 كيلومتر من الضغط المنخفض مع تركيب محولات الخفض لهذه المناطق. يذكر أن إدخال التيار الكهربائي إلى هذه المناطق سيوفر استقرار وراحة لسكان هذه القرى والأرياف التابعة لمديرية الشحر. نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال بمدينة المكلا. وتهدف الورشة التي تأتي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية، إكساب المشاركين من القضاء والنيابة العامة والأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والبنوك عددا من المفاهيم والمعارف والمعلومات عن جرائم غسل الأموال، إلى جانب مناقشة ورق عمل عن الإجراءات النظامية والرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق العمليات بين المؤسسات المالية والمؤسسات ذات الصلة. التقى عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت الدكتور عامر بن مرضاح باللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين فرح حضرموت برئاسة المهندس عمر مخير وأعضاء اللجنة. وخلال اللقاء استعرضت اللجنة التحضيرية مهام وأعمال النقابة التي تقوم بها في جميع المجالات لما من شأنه خدمة التنمية
في حضرموت، وكذلك الترتيب والتحضير للمؤتمر العام الثاني لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة للنقابة. بدوره أبدى عميد كلية الهندسة والبترول استعدادهم للتعاون مع اللجنة التحضيرية للنقابة المهندسين في جميع المجالات. ومن العاصمة عدن نختتم أخبارنا لهذا اليوم، حيث وصلت شحنات من الأدوية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة أهالي عدن. واحتوت الشحنة التي تحمل 83 طنا من أدوية متفرقة لمرضى السكري والقلب وغيرها من الأدوية. وأثنى محافظ عدن أحمد سالمين على الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان، متمنيا أن يزداد الدعم لعدن لتتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات. من جانبه أكد مندوب مركز الملك سلمان مواصلة الدعم للشعب اليمني في عدة جوانب للتخفيف من المعاناة التي يمرون بها. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. حضرموت تزين سماءها بالألعاب النارية تزامناً مع توقيع اتفاقية الرياض. وصول 83 طناً من الأدوية إلى عدن مقدمة من المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أعزائي المشاهدين، هذه نشرتنا لهذا اليوم. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.